بلم كل حيوانات العالم اللي ما لهاش مأوى، بحطهم بعملهم مأوى، بوفر لهم الأكل لأنه حد يهتم فيهم أو أنا بقدر أهتم فيهم كمان. وبرضه الناس اللي ما عندهم مأوى بوفر لهم مثلا الأطفال الأيتام اللي ما عندهم حدا، إنه بحاول أوفر لهم قدر الإمكان إشي يعيشوا فيه أو حياة يعني مقبولة إلى حد ما، وبلغي الفقر من العالم طبعاً، بحسن لكم العالم بيوم. اختلاف الطبقات وكل واحد بروح أو على الثاني، بس والله إنه هذا مسكين أو إنه هذا غربة وما عنده ظهر فبروح أوب على إشي فاضي، فهالإشي أنا جداً بكره صراحة، هذا اللي بحاول أسويه لو إنه مكنوني بالعالم كامل. بحاول أرفع الظلم عن الناس، بحاول أحسن الاقتصاد، بحاول أحسن الحياة الاجتماعية، برفع العسكرية عن العالم. نظام العسكري. طبعاً. لأنه النظام العسكري متحالف مع النظام مع النظام الاقتصادي، فمسيطرين على العالم. إن شاء الله إذا حكمت إن شاء الله يعني تكون عندنا دولة وراح ننهي الاحتلال إن شاء الله. هلا طبعا أكيد إذا أنا بدي أحكم العالم أكيد أول إشي بتمنى لكل العالم إنه أنشر السلام والأمن، لأنه خصوصا ببلادنا يعني. برأيي برجع أفتح قضايا السجناء لأنه في كثير ناس محبوسة بسبب أنه براءة، ومن ضمنهم الأسرى الفلسطينيين.